اللي عليها الرئيس هي قضية رغيف الخبز والتأكيد على الحفاظ على دعم رغيف الخبز. وعايز أقول لكم يا جماعة، احنا في ظرف صعب واحنا عارفين صعوبة هذا الظرف، ومحدش يقدر يدافع عن الحالة اللي فيها البلد، الأسعار الزيادة، المشاكل الاجتماعية، الطبقة الوسطى بقت زي الطبقة الفقيرة بالظبط، محدش يقدر يدافع ولا هيقدر يبرر. وبالتأكيد لما يكون هناك نوايا حقيقية للخروج من هذه الأزمة، يعني جزء كبير جدا من الأزمة دي هو تعويم الدولار. طيب الدولار وصل ل 18 جنيه، الرئيس باعد انه في ظرف 6 شهور هيبقى فيه تحكم في الأسعار. نقدر نتحمل 6 شهور؟ نتحملهم بشرط ان الاجهزه الرقابيه، مباحث التموين وغيره وغيره، ينزلوا بكل قوه على البقالين وعلى التجار وعلى المحتكرين وعلى وعلى وعلى، وتتاخد اجراءات فعلا. لان هو حد يقول لي ايه علاقه الدولار بزياده البصل من 75 قرش ل 7 جنيه ونص و 8 جنيه دلوقتي؟ ايه العلاقه؟ مفيش علاقه. لكن في تجاره سوداء في البلد، في ناس لقيتها فرصة. ارفع يا جدع مفيش مشكلة، وارفع ايه 3-4 أضعاف مش مشكلة. ولما تكلموا في النهاية يقولك ما هو معوم الدولار. طيب احنا عومنا الدولار لمشاكل متعلقة بالاقتصاد المصري وبندرة العملة الأجنبية وبعجزنا حتى عن استيراد الأكل والشرب من بره، وما كانش قدامنا خيار. إنما عايزين نخفف من العبء الاجتماعي على الناس، الآثار الاجتماعية على البشر، انه لا يمس رغيف العيش. خطوة كويسة جدا ومهم. صدقوني الأسعار والارتفاع اللي توجد بفعل تعويم الجنيه تسبب في ان الدعم يزيد وزيادة. بمعنى نحن مثلا الدعم بتاع المواد النفطيه، بنزين، الحاجات دي كان اظن وصل 35 مليار، ارتفع بعد تعويم الجنيه ل 64 مليار. يعني الدوله هتحمل مزيد من الاعباء وليس التخفيف. لكن عندنا ثقه لفتره من الوقت ان الدوله تتحكم في سعر الدولار، وان احنا ننزل واحده واحده. ولو نزلنا واحده واحده بالتاكيد الوضع الاقتصادي هينتعش بشكل افضل. محتاجين في الفترة الجاية ترسيخ مجموعة من القيم أكد عليها سيادة الرئيس في خطابه. مفيش واسطة ولا محسوبية. حان الوقت لإنهاء الواسطة والمحسوبية. الواسطة والمحسوبية بتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا. أنا بيجيني شباب يقول لك الله، طب ابن فلان قدر يقدم في الحته الفلانيه وتدخلوا له، ابن فلان عمل كذا، مش عارف ايه، شغل الموظفين اللي تحت. الاسلوب ده بيثير الاحباط عند الناس. وبيعمل ازمات حقيقيه عند مجموعات الشباب. واعتقد ان الرئيس اكد على ده اكثر من مره. انما ارجع واقول تاني، محتاجين للتطبيق العملي. بكره سياده الرئيس هيجتمع مع الشباب وهيناقش ملف التعليم وملفات اخرى.